السلام عليكم، مرحبا بكم بالدرس الثاني من دورة قواعد البيانات. في الدرس الأول أنشأنا جدول كما ترى في الديزاين. جدول الجدول يعتمد على ثلاث حقول، وأول اي دي يعني يوزر نيم، ثالث حق هو ايميل. لما عملنا فيو هذه الديانات التي أدخلناها في الجدول، الآن سوف أعمل أري كيف تتصل بهذا الجدول من فيجوال ستوديو، وكيف تضيف البيانات من داخل فيجوال ستوديو وليس من داخل بيت التصميم. لذلك أنا بداية ما أريده هو تيبل حتى أضيف بالبيانات. أقول نيو سوري تيبل، أقول لانسير تيبل، كم راو؟ أقول له 3 راو، كم كولوم؟ 3 كولوم، واثنين كولوم يكون كافي. هذا الجدول أعتقد أنا أدخل 1 كولوم. قل له modify سيبلت سيل، صححها من جديد، 2 كولومز حسنا. هذه جدول. هنا أقول له name، هنا أقول له email حسنا. أنا أريد أن اليوزر هو يدخل بيانات من هنا وتضاف في قاعدة البيانات، لذلك أنا أحتاج to text box. التكست بوكس الأولى هي الناي، ناي التكست بوكس، هنا تكست إيميل، وبوتون للسيف، وأداة اتصال بقواعد البيانات لا ننساها هي أداة الـ SQL Data Source. وين هي الـ SQL Data Source؟ نبدأ بهذه الأداة SQL Data Source. قبل أن نبدأ هنا نصمم بعض الأمور المهمة. التكست بوكس تكون txt name، وهذه تكون text الثانية تكون txt email. هذه هي البوتن add. طبعا هذه SQL Data Source تصل بقاعدة بيانات. إذن سوف نشرح على بعض خصائص SQL Data Source. من أهم خاصية في SQL Data Source هي provider name، هي مانع قاعدة بيانات سوف يتعامل معها هذا SQL Data Source. هذه الشكل الأساسي ممكن أن تصل بمختلف أنواع قاعدة البيانات. هنا رأى الليستة اللي ممكن تتعامل معها، ممكن تتعامل مع الماي اس كيو، ممكن تتعامل مع الأوراكل، ممكن تتعامل مع الأكسو أكسس، ممكن تتعامل مختلف كل أنواع قواعد البيانات. لذلك أنا سوف أتعامل هنا مع اس كيو سيرفر، سأختار اس كيو كلاين. أبدأ من هنا وأختار configuration data source. هنا أختار new، أختار اسم السيرفر. اسم السيرفر هو اسم سيرفر اس كيو، ما اسم السيرفر هنا لدي. هنا كما ترى اسم السيرفر الذي لديه هو حسين السوس، لذلك مباشرة اسم السيرفر، اختار اسم قاعدة البيانات التي تخصني، افحص الاتصال جيد ناجح، اتصال موافق، اضغط تالي. هذه هي الكونكشن ستريك التي تخصني التي سوف تخزن في هذا الملف الويب كونفجريشن. اضغط نيكس. هنا يقول لك ما تريد باي جدول. طبعا هذا SQL Data Source تتصل بجدول واحد فقط، ليس أكثر من جدول، أو views واحد، أو stored procedure، يعني مختلف. لذلك أنا سوف أختار أي جدول، لدي جدول واحد فقط admins. أختار select كل الحقول فيه. هل أريد أن أرتب أو أريد مثلا أضيف؟ أعدل. حاليا أنا فقط أريد أن أضيف بيانات، لذلك أختار advance وأقول له enable insert and update. لما نقول له enable insert and update تلقائيا هو يعمل لي generation لي SQL خاصة بالإنسات والأدف، وسوف تراه فعلا قلي سوف يكيها. لو ضغطت Next أرى السيدة داتا، هذه الداتا الذي عندي، أضغط إنهاء. طبعا بعد الإنهاء سوف ترى SQL Data Source التي هي بهذا الشكل، طبعا تكونت من عدة أجزاء. قبلها عدة أجزاء، واحدة من الأجزاء هي Connection String. كما ترى Connection String DB Connection String، طبعا هذه لو ذهبنا إلى Definition مالها هي هي يعني. هذه الكونكشن ستريك التي انا قال لي ايش راح اسميك اياها بهذا الاسم دي بي اكزامبل. هذه وهاي هاي عباره اتصال خاص بقاعده البيانات اللي تخص حسنا. كما ترى هذا التاج كونكشن ستريك. الان بعد الانشاء طبعا بها عده ضاف عده امور، عده تفاصيل، منها ديليت كوماند، ابديت كوماند، سب انسيرت كوماند. سوف اشرحها بالتفاصيل. لنبدا بالانسيرت كوماند. انسرت كمان هنا
لو جئنا الى insert insert query. طبعا هي نوعها text بمعنى انه كتابة، ممكن ادج عنه على start the procedure انا سوف اشرح لك، او text. التكست لو جينا الى هنا يقول لك insert into table admin، ايش يدخل table admin؟ username فارزة، email الفاريوس تو بارامتر at username at user email. فهذه البارامترات سوف امررها في دالة الانسيرت. كما ترى هذه البارامترات مش تقدر تتصل، مثلا انا هذه تتصل بال control، مش ايش control text name، وهذه تتصل بكنترول اسمه txt email، واقول له save. طبعا الان هذا SQL insert اتصلت بهذا الايميل وهذا الباسورد، فقط هنا اكتب اسم الـ SQL data source هذه التي اسمها SQL data source 1. كما ترى نسيت بارامتر، هذه بارامترين هنا control id txt name username and table text property here text والtype string، ونفس الحالة بالنسبة للايميل. الان في البوتن فقط هنا الان عند كل اضافة، المفروض انا كل ما اضغط هنا اعمل عملية insert، فقط اقول له SQL data source dot insert لا شيء اكثر. والسبب في ذلك لان SQL data source التي هي تلقائيا، هي دالة الانسيرت تلقائيا هي متصلة ايش؟ متصلة هذا التكست وهذا التكست، فعندما اضغط insert تلقائيا البارامترات التي تخصها هي مملوءة بهذه البيانات. لذلك اعمل فيو ان براوزر نرى بعض النتائج. طبعا ننتظر، طبعا تستطيع ان تعمل الامر يدوي، تستطيع ان تعمل الانسيرت كما رايتك انا برمجيه. الان انسيرت، ليبدا انسيرت اسميها مثلا محمد، الايميل الخاص بي mo@yahoo.com، اضغط السيف. طبعا سيف، بس انا لا شيء، لان لم ارى شيء يبرهن لي، لكن لو جيت هنا اي انا هذا محمد ايمو. السبب انا لم اقول له شيء افعل شيء بعد السيفنج، يعني لم اقول له انه قول سيف. لو جيت مثلا حددت الكود الذي يخصني قلت له تراي، اذا تم الحفظ وكاتش exception ex، اقول له مثلا اجي هنا واضع لي insert row، insert row above في الاعلى، واحط هنا row للكوماند للمسج مثال label، وين هي الليبل؟ هذا الليبل فقط على الرسائل ال اي مسج، اقول لها مثلا هنا اقول له هذا مسج دوت تكست سيف ات، تم حفظ البيانات خلنا على انجليزي حتى نكون تكون لكل العربي المستخدمين. and هنا اسمي قول له record save. طبعا هنا الان تختلف، الان اذا حفظ الملف سيعرض لك رسالة يقول لك تم حفظ الملف، مجرد رسالة لا شيء أكثر ولا أقل. الآن لو قلت له مثلا سالم، أقول له اس at yahoo.com، قلت له سي، تلقائيا سوف يكون سالم هنا، يمشي نوع قاعدة بيانات التي تخصني، أيضا نقول هذا سالم. طبعا انا الان لم اكتب اي كود يخص SQL data source، طبعا تستطيع ان تعملها ككود عمليه الانسير.
حتى أكون لكم أكثر احترافا، نذهب إلى ذات الانسيار ونلغي فقرة أنه يتصل بأي شيء، فقط مش برامتر يوزر نيم وإيميل. الآن كيف أعبي هذه البيانات عن طريق الكود؟ عذرا خطأت، أقول insert parameter، طبعا أقول refresh، الآن غير متصل بأي شيء. الآن أعملهم بأمليهم عن طريق الكود، طبعا هذا المفروض أعمل أكتب save. طبعا بالكود إيش أكتب؟ أنا هذا SQL قبل عملية insert أقول SQL data source dot insert parameters. ايش بارامتر انا اعمل له؟ طبعا انا عندي بارامترين اللي نسختهم هو يوزر نيم وايميل. انا اخذ اليوزر نيم دوت ديفولت فاليو ايش تي اكس تي نيم، مثلا تي اكس تي نيم دوت تكست. نفس الحالة بالنسبة لـ SQL Data Source Default Parameter بالنسبة لـ User Email. طبعا User Email اللي هي Default Value TXT Email. الآن لو عملت View سوف تكون نفس العملية، لكن هنا عملت الـ Insert بطريق الكود وليس عن طريق الكنترولر مباشرة. يعني مثلا صالح الـ Email SA ريكورد السيف. سوف لما نجي هنا نكتب صار. شكرا لحسن المتابعة، نلتقي.